ليه اليهود بيلبسوا طاقية صغيرة على رأسهم وبيسموها الكبة أو الكباه؟ غالبا الطاقية دي رمز من الرموز الدينية في العقيدة اليهودية، واللي بيلبسها الرجالة، أما الستات نادرا ما بتلبسها. وده بيرجع لأنه جه في التلمود حسب معتقداتهم نص بيقول قم بتغطية رأسك حتى لا يكون غضب السماء فوقك، والكبة دي تعتبر فريضة مهمة عندهم وقت الصلاة وما ينفعش يصلوا من غيرها. أما في الأوقات العادية ليهم مطلق الحرية لبسها من عدم. والحاخام الرباني موسى ابن ميمون أكد على عدم جواز الصلاة برأس مكشوفة، وكمان لازم التلميذ الحاخام أنه ما يكشفش رأسه طول الوقت مش بس وقت الصلاة. ومن الأسباب كمان لبس الكبة هو تمييز اليهودي عن غيره أثناء الصلاة، وفي ناس كسرت القاعدة ولبسوا غطاء للرأس طول عمرهم مش بس في وقت الصلاة، زي مثلا الحاخام هنا ابن يشوع. ودلوقتي في كتير من المجتمعات اليهودية بتحرص على تشجيع أطفالها إنهم يلبسوا الكباه من صغرهم، ولبس الكبة خارج المعبد يعتبر عادة مش عبادة. ومع الوقت بقت الكباه رمز ديني بيميز يهودي المؤمن زي ما اللحية بتميز المسلم. في الأول كانت الكباه معروفة باللون الأسود، لكن دلوقتي بيستخدم اليهود أشكال مختلفة منها غير اللون الأسود، ده بالرغم من إن غالبية اليهود من أصل شرقي بيلبسوا الكباه السوداء لحد دلوقتي، أما اليهود من أصول تانية فبيلبسوا ألوان مختلفة منها. ودي كانت أسباب لبس اليهود للكباه أو الكبة اللي بيغطوا بيها رأسهم وهم بيصلوا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد عندنا.